السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على جزء جديد في الأنجلر وهو خاص بالأوبزرفابل. تمام، كلمة أوبزرفابل يعني أنت عايز تعمل داتا شيرنج بتوين بابلشر وسبسكرايبر، وتعمل هنا إيه؟ داتا شيرنج بتوين، في ناس هتعمل بابلش يعني هتبروديوس حاجة، وناس هتعمل سبسكرايب يعني هتلسن ان الداتا دي فعليا جت، تمام، في الانجلر ابلكيشن. طيب يعني ايه كلمه سبسكرايب؟ كلمه سبسكرايب يعني هقول لك ايه، مثلا كان في نظام باتر اسمه بابلش وسبسكرايبر. طيب هدي لك مثال كده، او هقول لك البابلش والسبسكرايبر هو ازاي، تمام، و اتكلم معاك في الجزء ده كده عشان بس اوضح لك الجزء. نفترض دلوقتي ان انت دلوقتي عندك هنا، انت بتعمل كول ل اي بي اي، تمام، انت عايز تعمل كول ل اي بي اي. ادي هنا كول الاي بي اي، تمام، منين؟ من يوزر معين. لو الناس بتاعت اليوزرز دول كتير فبيعملوا كولينج للاي بي اي، ففي وقت من الاوقات يحصل ان ممكن الاي بي اي ده يحصل لها عمليه تير داون نتيجه الهيتس الكتيره على الكلام ده كله على الاي بي اي نفسها. طيب الحل الحاجه زي دي كمان ايه؟ ان انا بريبليس الكود بتاع الاي بي اي ده بان انا يكون عندي حاجه مثلا وليكن فيها بشيل ده خالص، خلينا نقول مش هيبقى فيه هنا كل مره واحده، امال ايه اللي هيحصل؟ اليوزر هيروح ينادي عادي جدا، بس هنا لما بيعمل كول، تمام؟ النقطه بقى هنا ايه؟ انت عايز دلوقتي في عندك حاجه اسمها ان هو في سيستم معين، او السيستم ده هنسميه بابلش و سبسكرايب. ايه بقى اللي بيحصل في ده كده؟ خليني اقول لك على مثال، زي مثلا يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو النيوزليتر، او الناس اللي هي البوش نوتيفيكيشن. خليني اقول لك على البوش نوتيفيكيشن، ايه اللي بيحصل؟ كانه حاجه شبهه كده. ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي انت بتسند مسج، فعايز تسند مسج ديت لمجموعه برودكاست او لناس كتير جدا جدا، فانت بتعمل بوش للمسج ديت، تمام؟ والناس اللي بتسبسكرايب على البوشنج ده اسمه سبسكرايبر، تمام؟ والناس اللي عملت بوش للمسج اسمهم ببلشر. زي مثلا النيوزليتر، انت واحد بيكتب نيوزليتر او ارتكلز مثلا في سيستمز، فلا تلاقي الارتكلز اللي اتكتب ده بعد ما خلصه عمل له ببلش. لما حصل له ببلش ايه اللي حصل؟ الببلش ده راح سمع لكل الناس اللي عامله سبسكرايبر للببلشر ده. طب لو ما فيش حد عامل سبسكرايب هيوصل لهم؟ لا. او التالي هنا ان انا الجزء ده او ما اطلق عليه بالستريمينج، تمام، الجزء ده مهم جدا في ايه؟ في ان انت ان الناس اللي هم السبسكرايبر هم اللي هيقدروا يعملوا هنا ايه؟ الكيك اوف لمين؟ للاوبزرفبل ستريم، تمام، للاوبزرفبل ايه؟ ستريم. وزود سبسكرايب، تمام، الستريم مش هيحصل له عمليه ستارت ايميتنج الفاليوز. يعني لا انا لا ببلش ارتكل ومحدش عمل سبسكرايب، مش هيتقرا، محدش هيوصل لحاجه، محدش ما استفدتش شيء، تمام. يبقى احنا هنا نراجع تاني، اوبزرفبل هو داتا شيرنج بتوين ببلشر وسبسكرايبر، تمام، وزاوية السبسكرايبنج احنا ما عندناش اي ستريم هيحصل له ايميتنج، تمام، واللي بيعمل ايميتنج
للكيك اوف بتاع الاوبزرفر ستريم هو الناس ايه سبسكرايب. زي مثال انا عندي سيرفيس هنا اسمها جيت موفيز. جيت موفيز دي بترجع اوبزرفر تمام من نوع اوف موفي ليست تمام، وبروح اجيب الفاليو ديت من السيرفر بالشكل ده كده. الاوبزرفبل للموفي ده لا اسمه اوبزرفر. الجزء ده اوريدي هو يعني نقول كده ايه موجود كستريم، يعني بتروح تناديه. طيب طول ما انت ما عملتلوش سبسكرايب مفيش حاجه جت من الستريم، مفيش حاجه جت ايه من الستريم. اول ما بتعمل له سبسكرايب الداتا بتجي لك منين؟ من الستريم. الداتا بتيجي من الستريم تمام. يبقى انت اول ما بتقول دوت سبسكرايب ده هيروح يجيب الفاليوز من الستريم على طول. طول ما انت ما عملتهمش خلاص مش هيعملش حاجه تمام. طيب الجزء اللي هو بتاع من اول فتحه القوس وقفله القوس ده كده اسمه اوبزرفبل. اوبزرفبل يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت دلوقتي عندك ان انت طول ما انت بتسبسكرايب فانت بتوبزرف الفاليوز اللي راجع او التشنجز فاليوز اللي راجعه من الستريم نفسه تمام. طيب السبسكرايب ده عنده ثلاثه فانكشنز او ثلاثه ميثودز، يعني اللي هم ايه؟ في عندك هنا السكسس او ان في داتا اوريدي رجعت تمام تمام او بيطلق عليها السكسس او حصل بتبروس اتش تايم ان ايتم اميتد فروم ذا اوبزرفبل تمام. في عندي هنا ايرور تمام، ده حصل ايرور بشكل ما تمام. في عندي حاجه اسمها unsubscribe، مجرد ما انت بدل ما تسيب الستريم مفتوح وتروح تجيبه فانت في الاخر ممكن تعمل دوت unsubscribe تمام، كاني بعمل عمليه كليننج للريسورسز مش عايز يبقى موجود عندك، ما بتبقاش التشين ديت مفتوحه زي ما تكون كده ايه بقفل الحنفيه بتاعتك. يعني اعتبر انت ايه مثال حلو اهو، طول ما انت قافل الحنفيه انت ما عملتش اي حاجه، ما فيش سبسكرايب. اول ما فتحت المايه جات لك بتاعت الحنفيه فحصل كان هنا انت عملت ايه سبسكرايب، قفلت الحنفيه فانت عملت ان سبسكرايب تمام. ممكن يحصل ان انت ايه ما فيش ميه فبتلاقي ان انت الحنفيه نفسها كانها زي ما تكون كده ايه بتكح، يعني ان هي بتكح تراب ما فيش ميه، فخلاص ده كده حصل ايرور ان الميه ما جاتش او الموتور بتاعك مش شغال. فده كان مثال كده ان فتحه الحنفيه وقفله الحنفيه كانت بتعمل سبسكرايب وان سبسكرايب بالشكل كده تمام. ده بالنسبه هنا للجزء الخاص بالاوبزرفر. طيب خليني برضه اروح لك هنا على البراوزر عشان نشوف الجزء ده كده. قال لك ان الاوبزرفبل انا بستخدمه عشان اعمل ايه؟ اباص فاليوز. اباص ايه؟ فاليوز تمام؟ او بتباصي مسج بتوين بارتس اوف ابلكيشن. وبيستخدم يعني مثلا بيستخدم في يعني فريكوينتلي ان انجلر زي مثلا ايفنت هاندلنج، اسينكرونس بروجرامنج، هاندلنج مالتيبل فاليوز. وخلي بالك برضه الاوبزرفبل ممكن يديني مالتيبل فاريبلز، مالتيبل فاليوز قصدي. قال لك ان الاوبزرفر باترن ده عباره عن سوفت وير ديزاين باترن which in which an object call subject be maintain list of its dependent. الليست ديبندنت دي بيسميها اوبزرفر تمام، وبي نوتيفاي ذم اوتوماتيكلي اوف الستيت تشينج. الستيت تشينجز يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك انت الاوبزرفبل ده اول ما بيحصل عنده تشينج بيروح يفاير او بيقول للاوبزرفر ده في تشينج حصل، هجيب الداتا ولا لا تمام. وبالتالي هنا هو قال لك ان هو سيميلر بات نوت ايدنتيكال لمين؟ الببلش والسبسكرايبر ايه ديزاين بس تمام. ده بالنسبه هنا للجزء الخاص بالاوبزرفر. طيب نيجي تاني تحت كده ننزل هنا عايز اجيب لك هنا البيزك يوسج تمام. البيزك يوسج هنا بيتكلم على ايه بقى؟ بيقول لك ان از ببلشر انت ممكن تعمل حاجه اسمها اوبزرفبل تمام، بيديفاين السبسكرايبر فانكشن. يعني ايه الكلام ده؟ اهو خليني اقول لك من اول في المثال اللي هو بيتكلم هنا عليه. انا عايز اعمل اوبزرف الجي لوكيشن ابديتس. مثال حلو جدا تمام. كل ما يحصل ان اللوكيشن بتاعي يتغير، طب يا سيدي الفاضل تمام روح نبه ان اللوكيشن اتغير تمام.
فهو عمل هنا ايه؟ عمل حاجه اسمها اوبزرفبل. عمل حاجه اسمها ايه؟ اوبزرفبل. ادي هنا نيو اوبزرفبل، بياخد حاجه اسمها اوبزرفر، تمام؟ وانا عندي هنا بيرجع لي هنا ايه؟ اللوكيشنز كده. طيب خد بالك ده هيرسل على مين؟ على الجي لوكيشن ابديتس، وهنا كونسيومر سبسكرايب. طيب ده من الجي لوكيشن، ده من البراوزر، ده سيمبل اي بي اي تو تشيك بروفايد تو تشيك بروفايد ايفنتس تو ببلش. طب اف الجي لوكيشن النافيجيتور، النافيجيتور بتاع البراوزر يعني، هات النافيجيتور دوت جي لوكيشن تو واتش البوزيشن. كلمه واتش البوزيشن ده عشان تشوف ان البوزيشن ده كل شويه بيتغير ولا لا. طيب لو اتغير قول له اوبزرف اوبزرفر دوت نكست، يعني ابديت، كلمه نكست ابديت، تمام؟ لو في ايرور خلاص دوت ايرور، تمام؟ بعد كده بقى لو السبسكرايبر بتاعنا هنا اهو الكونسيومر بقى حصل له هنا ان سبسكرايب، كاني بعمل كلين ايه للداتا، تمام؟ بعمل كلين للداتا. طيب لو انا عايز اعمل سبسكرايب هروح انادي هنا ايه سبسكرايب. سبسكرايب منين؟ من كلمه اللوكيشن زي اللي عملتها اوبزرفبل ده، اهي اللوكيشن اللي عملتها ايه اوبزرفبل ده، فاقول له هنا لوكيشنز دوت سبسكرايب واديني النكست بوزيشن. فطلع فكل ما بتعمل واتش او كل ما بتعمل بتقول له هنا اهو لو حصل ابديت في النافيجيشن او في الواتش بوزيشن حطه لي فين؟ في الاوبزرفبل. فانت هنا هتعمل له هنا ايه؟ تعرض له الكرنت بوزيشن. زي مثلا ايه؟ زي ما جوجل مثلا بتراقبنا، او انت مثلا بتراقبنا في التحركات بتاعتنا مثلا. انت كل ما الموبايل بتاعك، او زي الاكسلومتر مثلا بتاع الموبايل، كل ما الموبايل بتاعك بتمشي بيحسب انت مشيت في اللوكيشن بتاعك، اه حاجه بالشكل كده، تمام؟ طبعا حته الكلين اب ديت مهمه جدا عشان البرفورمانس، ما تبقاش انت فاتح الاستريمنج ايه على طول، تمام؟ ده الجزء الخاص بالسبسكريبشن. طبعا هو عنده هنا ثلاثه فانكشن، حاجه اسمها النكست والايرور والكومبليت، تمام؟ خلي بالك النكست ده ريكوارد، ده اللي هيعمل ابديت للستريم. الايرور والكومبليت الاثنين دول اوبشنال، لان وارد ان يحصل ايرور وارد ما يحصلش ايرور، تمام؟ كلمه السبسكرايبنج هنا احنا اتكلمنا عليها، تمام؟ وجايب لك مثال على السبسكرايبر، انا حتى انا بقول لك اهو كمثال. النكست هنا هيعرض الفاليوز كل ايه؟ شويه جاي لك من الستريم، فاليو تشينج فاليو تشينج فاليو تشينج. لو حصل ايرور هيطلع يطلع ايرور، خلصت خلاص ما عادش في فاليو تشينج، هيقوم قايل لك هنا كومبليت، خلاص الستريم طلعت عندك كومبليت، تمام؟ ده بالنسبه هنا اللي احنا اتكلمنا على الكرييتنج بتاع السبسكرايبر والاوبزرفبل والنكست و الاليمنت. وانا كنت مصر ان انا اجيب لك الدوكيومنتيشن هنا عشان تشوف المثال بتاع اللوكيشن او اللوكيشن ابديتس ده بيحصل ازاي، عشان ده بيوضح حاجه مهمه جدا. طبعا احنا بنستخدم الاوبزرفبل دايما مع السيرفيسز، واحنا بنكريت سيرفيسز في الانجلر، تمام؟ هنتكلم على الاوبزرفبل بشكل موسع، تمام؟ ده بالنسبه هنا للجزء الخاص بالاوبزرفبل. اشوفكم على خير ان شاء الله.